السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله عندنا النهاردة أول درس مقرر علينا في مادة اللغة العربية ترم تاني 2022. ياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك للفيديو عشان الفيديو بتاعنا يكبر يوصل لأكبر عدد من الطلبة والكل يستفاد إن شاء الله. وإن شاء الله عندنا النهاردة أول درس في مادة اللغة العربية من كتاب الأضواء. يلا بينا نشوف الدرس بتاعنا. اول حاجه عندنا ايه اللي هو المحور الثالث اللي هو بعنوان ايه مجتمعي. بيتكون من ايه بقى المحور؟ المحور الثالث ده عندنا اول حاجه المحور، موضوعات المحور. الموضوع الاول ترشيد استخدام الماء، الموضوع الثاني اعاده التدوير، الموضوع الثالث الطاقه المتجدده. ان شاء الله ناخد وقت الموضوع الاول اللي هو ترشيد استخدام الماء. الموضوع الأول ترشيد استخدام الماء بيندرج تحت ايه الموضوعات الآتية. أولا نص الاستماع، الماء وسر الحياة. ثانيا النص الشعري، بلادي أسلمي. ثالثا النص المعلوماتي، الري على ايه مر العصور. رابعا الكتابة السردية، كتابة مطوية. والآن هنبدأ في ايه شرح ان شاء الله نص الاستماع، الماء سر الحياة. عندنا طبعا ايه اول درس علينا، جيب لنا شوية صور كده ويقولنا ايه نشاط، ضع علامة صح اسفل الصورة التي تحمل سلوكا صحيحا، ثم عبر عن كل سلوك ايه بجملة. اول حاجة ده طبعا سلوك خاطئ. عندنا تاني حاجة دي اسلوب ايه اسلوب صحيح. رقم ثلاثة برضو اسلوب ايه خاطئ. احنا نحط علامة الصح بس هنا ايه على الصورة التانية. طب يقول عبر على كل سلوك بجملة، طبعا هنا ايه لا تترك الصنبور مفتوحا او اغلق الصنبور بعد ايه بعد الاستعمال. هنا ترشيد استهلاك الماء او الري، الري او الري مثلا هنا مثلا ايه الري السليم. هنا لا تسرف في الماء او لا تهدر في استخدام الماء، الري السليم. هنا لا تسرف في الماء او لا تهدر في استخدام الماء. ننتقل الى الفقرة الثانية. عادت سميرة من الحفل وعلى وجهها علامات الاحباط. علامات الاحباط اي ايه اليأس والحزن. فتعجبت امها وقالت ماذا بك، هل حدث مكروه؟ مكروه هنا بمعنى ايه ضر او شر. هل حدث مكروه بالحفل؟ هل ضايقك احد؟ ردت سميرة لا يا امي، فلقد سعدت علياء كثيرا وشكرتنا، وكان الحفل مليئا بالفقرات والالعاب. ردت الام مندهشة اذا لماذا يبدو على وجهك الحزن؟ يبدو على وجهك الحزن اي يظهر على وجهك الحزن. في الحقيقة يا أمي أنا منشغلة البال وأفكر. قالت الأم فيما تفكرين؟ أجابت سميرة رأيت اليوم العديد من السلوكيات السيئة من أصدقائي وتفاجأت مما حدث. لقد كان هناك عدة مسابقات وألعاب، لكنها كانت كلها كانت إيه ألعابا مائية، حيث استخدموا خراطيم المياه للرش على بعضهم، ولعبوا بالبالونات المملوءة بالماء أيضا، وأحضروا العديد من الجرادل للجري بها ونقلها من مكان إلى مكان، بالإضافة إلى أماكن بها إيه ماء وصابون للتزحلق عليها واللعب إيه بها. يبقى الفقرة الثانية بتتكلم عن إيه عودة سميرة من الحفل إيه محبطة أي إيه حزينة إيه ويائسة. فسألتها الأم ما هي سبب اليأس بتاعك أو الحزن بتاعك؟ جات لأنها إيه لقت إيه في فقرات في الحفلة إن إيه سلوكيات سيئة بتحدث من أصدقائها، وهم إيه كانوا بيلعبوا بالخراطيم وبيرش على بعضهم المية، وكانوا بيلعبوا إيه ألعاب تزحلق إيه ألعاب تزحلق بالماء والصابون، وكان إيه وكان في كمان إيه حضروا العديد من الجرادل إيه للجري بها ونقلها من مكان إلى إيه إلى آخر، ولعبوا بالبالونات كمان إيه المملوءة بالماء. فهذا إيه السر بتاع إيه إحباط سميرة وعودتها إيه حزينة من الحفلة. ننتقل إلى الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة قالت الأم لقد فهمت الآن، أنت توقعتي أن ما يحدث في بيتنا من ترشيد الماء وعدم الإسراف في استخدامه يتم في كل البيوت، لكنك فوجئت بتصرفاتهم. أجابت سريعا نعم يا أمي، فلماذا تصرفوا هكذا؟ فالماء نعمة علينا أن نحافظ عليها،
فبدونه لا نستطيع العيش، وبإسرافنا فيه سينفد إيه ونهلك إيه سينفد ونهلك جميعا. ردت الأم بالتأكيد: يا بنيتي، لكن للأسف هو جهل بخطورة الإسراف وليس سوء تصرف عليه عن قصد. هنا الأم إيه بتقول لها سميرة: إن أنا فهمتك، أنت كنت محبطة ليه، وأنت تحسبي إيه إن ما يحدث في بيتنا من ترشيد الماء وعدم الإسراف في استخدامه بيتم في كل إيه في كل البيوت، لكن هنا إيه في جهل إيه في جهل في التصرف، ولكن عندون إيه عندونا قصد. هنشوف الفقرة الثالثة. الفقرة الرابعة دخلت سميرة غرفتها وهي تفكر كيف تنشر الوعي بأهمية الماء. أحضرت ورقة وقلما وبدأت تدون كل ما جرى إيه وخطتها لنشر الوعي بين أصحابها. أطلقت على حملتها لا تسرف في الماء، وبمساعدة والدتها قامت بعمل حملة توعية للأهل والأصدقاء حول أهمية الماء في حياتنا وكيف نحافظ عليه ونقلل من إهداره. فهل يا ترى ستنجح حملة سميرة في تحقيق هدفها، وهل ستتمكن من تغيير التصرفات غير السليمة؟ عندنا الفقرة الرابعة بتتكلم عن إيه، إن سميرة دخلت الغرفة بتاعتها وهي تفكر في إيه كيف تنشر الوعي بين إيه بين الأصدقاء وبين الأهل، إن هم إيه يرشدوا في استخدام إيه في استخدام الماء. مسكت ورقة وقلم ودونت كل ما إيه ما جرى في الحفلة إيه في دونت كل ما جرى إيه وخطتها إن هي تنشر إيه الوعي بين إيه بين أصحابها. وأطلقت على الحملة بتاعتها دي اسمها إيه لا تسرف في الماء. ومين اللي ساعدها في الحملة بتاعتها دي؟ طبعا ايه والدتها. قامت ايه بحملة ايه توعية للأهل والأصدقاء. بينا في سؤال هنا بيقول: هل ستنجح حملة سميرة في تحقيق أهدافها، وهل ستتمكن من تغيير التصرفات غير السليمة؟ ننتقل إلى معاني الكلمات. عندنا كلمة متحمسة أي متشجعة، تقفز تنط، أعددت يعني جهزت، الإحباط أي اليأس، مكروه اللي هو ضر او ايه او شر، يبدو اي يظهر، ترشيد يعني تنظيم واقتصاد، اسرافنا يعني ايه تجاوزنا عن ايه عن الحد، ينفد اي ينتهي، عن قصد عن ايه عن عمد، تدون يعني تسجل ايه وتكتب، اطلقت على اي ايه سمته. ننتقل الى الكلمة ومضادها. كلمة جاء عكسها ذهب، متحمسة أي محبطة، فرحة أي حزينة، فازت خسرت، الإحباط عكسها إيه الأمل، مكروه أي نفع وخير، سعدت أي إيه شقيت، مليئا فارغا، الحزن الفرح، السيئة الحسنة، ترشيد عكسها إسراف، ينفد يبقى، نهلك ننجو، جهل علم، محافظ مضيع. ننتقل إلى الكلمة المفرد والجمع. عندنا كلمة يوم جمعها أيام، أسبوع أسابيع، المركز جمعها المراكز، الأول جمعها الأوائل، بطولة جمعها بطولات، شيء جمعها إيه أشياء. ننتقل إلى إيه الجمع ومفرده. عندنا كلمة الهدايا مفردها هدية، وطالما الكلمة فيها ألف ولام لازم برضو إيه في المفرد نحط لها الألف واللام. الهدايا مفردها إيه الهدية، علامات مفردها علامة، الفقرات مفردها الفقرة، مسابقات مسابقة، الجرادل مفردها الجردل، الأصدقاء مفردها الصديق. عندنا حل التدريبات بيقول: اختبر نفسك، اقرأ واكتشف. نشاط واحد: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم ألف: استيقظت سميرة متحمسة، طبعا الإجابة هنا إيه صحيحة. رقم باء: فازت علياء بالمركز الأول في مسابقة الرسم، طبعا الإجابة هنا إيه خاطئة، دي إيه مسابقة إيه السباحة. استخدم الأصدقاء في الحفل خراطيم المياه للعب، طبعا الإجابة هنا إيه صحيحة.
رقم دال بيقول قامت سميرة بعمل حملة حملة التوعية بمفردها، طبعا الإجابة هنا ايه؟ خاطئة، ده بمساعدة مين؟ والدتها. ننتقل إلى النشاط رقم 2، بيقول تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم ألف ذهبت سميرة وهي تقفز فرحة إلى مين؟ والدها، والدتها، أختها، أخيها، طبعا إلى ايه؟ والدتها. رقم باء فازت علياء في بطولة نقط كرة السلة، السباحة، كرة الماء، الجمباز، طبعا ايه؟ فازت علياء في بطولة السباحة. رقم جيم عادت سميرة من الحفل وهي فرحة، متحمسة، حزينة، خائفة، طبعا ايه؟ حزينة. رقم دال بيقولي انشأت سميرة حملة بعنوان المياه حياة، لا تسرف في الماء، ترشيد الماء، حافظ على الماء، طبعا ايه؟ حملة سميرة كانت بعنوان لا تسرف في الماء. ننتقل الى النشاط رقم 3، بيقولك صل كل جملة بما ايه يناسبها. رقم واحد كانت علياء في بيت جرس المنبه ولا حديقة منزلها ولا جدتها ولا امها ولا الجفاف، يبقى كانت علياء في بيت مين؟ جدتها. الإسراف رقم 2، الإسراف في الماء سيؤدي إلى إيه؟ طبعا سيؤدي إلى الجفاف. 3، استيقظت سميرة عندما سمعت طبعا جرس المنبه. رقم 4، أعددت سميرة حفلا لصديقتها في إيه؟ في طبعا في حديقة منزلها. ننتقل إلى نشاط رقم 4، بيقولي عادت سميرة من الحفل وعلى وجهها علامات، طبعا ايه؟ علامات الإحباط، اي ايه؟ اي اليأس. رقم باء كان الحفل مليئا بايه؟ طبعا كان الحفل مليئا بالفقرات ايه؟ والألعاب. ننتقل إلى السؤال رقم جيم، بيقول انزعجت سميرة لأنها رأت العديد من إيه؟ طبعا السلوكيات السيئة من أصدقائها. هنقول لأنها إيه؟ لأنها رأت العديد من السلوكيات السيئة من أصدقائها. ننتقل إلى السؤال رقم دال، قامت سميرة بحمل التوعية بمساعدة طبعا إيه؟ والدتها. ننتقل إلى النشاط رقم 5، نشاط 5 اختر المعنى المناسب لكل للكلمات الملونة. رقم ألف جاءت الطفلة فرحة بجائزتها، فخورة ولا سعيدة ولا مسرعة وراضية، فرحة بجائزتها أي إيه؟ أي سعيدة. رقم باء الفشل يسبب الإحباط، الإحباط هنا بمعنى إيه؟ الملل ولا الضعف ولا الكره ولا اليأس، طبعا هنا الإحباط بمعنى اليأس. رقم جيم ينفد الشيء بكثرة استهلاكه، ينفد بمعنى هنا ايه؟ يكثر، ينتهي، يستمر، يزداد، ينفد الشيء هنا ايه؟ اي ينتهي. رقم دال تدون التلميذة ملاحظتها، تدون هنا بمعنى ايه؟ تقرأ ولا تلون ولا تسجل او ولا تسمع، طبعا تدون التلميذة ملاحظتها اي تسجل ايه؟ ملاحظتها. رقم هاء المعلمة أطلقت على الطفلة العبقرية، وصفت، سمت، رسمت، سجلت، المعلمة أطلقت على الطفلة أي إيه؟ صمت الطفلة أي بالطفلة إيه؟ العبقرية.
ننتقل إلى النشاط رقم 6، ولماذا تفعل إذا كنت في المواقف الآتية؟ هتعمل إيه لو أنت وقفت، لو أنت حصلت في المواقف دي؟ أنت إيه؟ رقم ألف، مررت بطفل يصنع حفرة بالماء، هيحصل إيه لو أنت شفت طفل بيعمل بيصنع حفرة بالماء؟ إيه اللي أنت هتقدمه له؟ طبعا إيه هقول له؟ إيه طبعا هقول إن هذا السلوك إيه، لا تفعل هذا، هقول لا تفعل هذا. طبعا ليه؟ لأن الماء نعمة، فلا بد أن نحافظ إيه، فلا بد أن نحافظ عليها ولا نستخدمها فيما إيه، فما لا يفيد. رقم باء، شاهدت أصحابك يرشون الماء على بعضهم في وقت الفسحة، هتعمل ايه لو شفت اصحابك بيرش على بعضهم الميه في وقت الفسحه؟ طبعا ايه هنصحهم بايه، هنصحهم هنصحهم بايه، بالتوقف عن هذا ايه الفعل الخاطئ، هذا الفعل الخاطئ ايه، حتى ايه، حتى لا تضيع الماء. لو شاهدت اصحابك بيرشون الماء على بعضهم في وقت الفسحة، طبعا ايه هنصحهم بالتوقف عن هذا الفعل الخاطئ حتى ايه لا نضيع اي الماء ونهدرها. ننتقل الى نشاط رقم 7، ولقارن بين تصرف سميرة وبقية أصحابها في الحفل. طبعا استخدام الماء، طبعا سميرة كان ايه، بقية الأصدقاء كان ايه يصرفون في الماء، سميرة لا تسرف في الماء. التعبير عن الفرحة، طبعا ايه هنا طبعا عبرت سميرة عن فرحتها بإعداد ايه، بإعداد الحفلة لصديقتها. كذلك برضو مين، بقية الأصدقاء برضو ايه عبروا عن ايه، عن فرحتهم برضو بصاحبتهم بصديقتهم علياء برضو ايه في الحفلة، وعدوا ايه مع سميرة الحفلة لمين، لعلياء. طب الوعي بأهمية الماء، سميرة الوعي بأهمية المياه، طبعا ايه عملت سميرة حملة لتوعية الأصدقاء بترشيد استخدام الماء. هنا ايه أصرفوا في ايه، في الماء. ننتقل الى النشاط رقم 8، ما النتائج التي تترتب على؟ رقم الف، الاسراف في استهلاك الماء لسنوات طويلة. طبعا ايه اللي هيحصل لو احنا اسرفنا في استهلاك الماء لسنوات طويلة؟ طبعا يحصل ايه، حدوث الجفاف، الجفاف الذي يؤدي إلى إيه؟ الذي يؤدي إلى الهلاك. هلاك إيه؟ إلى هلاك الكائنات الحية. سؤال باء، استخدام المياه للعب والمرح. طبعا إيه؟ هنخسر كمية كبيرة طبعا من الماء دون فائدة، خسارة كميات كبيرة من الماء دون فائدة. السؤال رقم جيم،
ترشيد استخدام الماء المياه وحسن استهلاكه، طبعا هيحصل ايه؟ هيحرص كل افراد المجتمع على ايه؟ هنستطيع الاستفادة بالمياه اكبر استفادة. ايه طبعا ممكن ده لما الكل هيرشد في استخدام الماء، طبعا ايه نستطيع الاستفادة بالمياه اكبر استفادة ايه ممكنة. السؤال رقم د بيقول لي ايه؟ انشاء حملات توعية عن اهمية المياه للحياة. طبعا هيعمل ايه؟ هيحرص كل ايه افراد المجتمع، طبعا ايه هيحرص كل افراد المجتمع على ايه؟ على المياه ولا يصرفون ايه في استخدامه، ولا يصرفون في استخدامه. نشاط رقم 9، ولاختر مما بين القوسين الكلمة المناسبة مكان النقط. كم أنا متحمسة متحمصة، طبعا ايه متحمسة بالسين وليست ايه بالصاد، متحمسة هي طبعا اسلوب ايه اسلوب تعجب. رقم باء بيقول لي كان الحفل مليئا بالفقرات وبالفقرات، طبعا ايه بالفقرات بايه اخرها ايه اخرها تاء بالفقرات. رقم جيم رأيت اليوم بعض نقط السيئة السلوكيات ولا السلوكيات، طبعا ايه بالسين بعض السلوكيات. رقم دال استخدم الأطفال نقط المياه للعب خراطيم تيم ولا خراطيم، طبعا ايه خراطيم بالطاء خراطيم. رقم هاء نقط عادة سيئة الإسراف ولا الإسراف، الإسراف طبعا ايه بالسين الإسراف. كده سنة رابعة وصلنا معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.